بأجواء شعبية ممتزجة بألوان الفن الخليجي، آلاف العائلات البصرية تجمعت في حدائق قضاء الزبر لإحياء أمسية القرقيعان. طرب الفرق الموسيقية أغرق الكبار قبل الصغر بتقاليد الليلة، وكأنهم يحتفلون بقرار احتضان البصرة لبطولة الخليج العربي بكرة القدم. فحتى من طلبنا منه الحديث عن أجواء القرقيعان اكتفى بالتصفيق والابتسامة والغناء. ولا يعتبر هذا توثيقا لأمسية القرقيعان ما لم تصل للأزقة المؤدية لمنزل ملا عدنان في قضاء الزبر، حيث الشعور البصري بمسؤولية الحفاظ على هكذا موروث ببساطة وبأصالة متلازمتان. شارع بس مو كل شارع يعني بهاي الأجواء زيان. تمام، بس يعني مكان بيزبارة قدام أولين تمام يحبون هاي الأجواء، مثل ناس سكة العبيد بيت ملا عدنان. نعم. يطرقون عليها سكة العبيد هي. عادت عليكم صيام. هاي الوراثة من الخليج خذيناها، يعني ما عدنا العادة خذيناها من الخليج، وخاصة البحرين وهالكويت. يعني هاي العادة أول ما نجي طيران والسوالف ما أقعدنا كلمات من عدنا وشي من الخليج منوع، يعني مثل من نرحب بيه نقول مرحبا مرحبا يا شهر الخير، من نودع وداعا يا شهر الخير. عادت عليكم صيام. أيوة. كل سنة وكل عام. الله الله يخلي جواهر يوم جواهر ما جيلة. وتطورت أساليب ليلة القرقيعان بمرور الأعوام بحسب من عاشها منذ الصغر وحتى الآن. صغير بس متعد عيني لحد الآن هذا، بس كان قبل أكو بس يعني مثل ما يسمونه بطبيلة، شخص واحد اللي هو اللي يقوم بها اللي يفتر على البيوت. حاليا لا، صارت فرق الشعبية أحيت هاي الذكرى مال القرقيعان وخلت يعني خلت له شغلة ثانية، يعني صارت له طعم ثاني وحلو، ومثل ما أشوف هسه أنت يعني الجمعة وهاي الشغلات الحلوة. قرقيعان وقرقيعان بيتك صير ورميضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. غير قضاء الزبر درب البصرة كان تقييم، أنا كنت تقييم.